وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع. نعم، أؤمن يعني أصدق، أصدق وأعتقد شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة به، وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة، لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، ولا أنه أول شافع، أول شافع كما في الحديث، في حديث الموقف، وأول مشفع. نعم، وهناك شفعاء، هناك شفعاء، لكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يستجاب له من الشفعاء. نعم، وأنه أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. نعم،